باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان.